البوب طبعا ما فيش خلاف عليه، يعني إيهاب أمين مع باقي النجم رواعي النادي. المسرحية. أصل إيهاب يعني ما ينفعش تقول الإيهاب نجم الماتش، اللي هو لازم يبقى نجم الماتش، لازم يبقى نجم كل الماتشات، لازم يبقى نجم البطولة. إيهاب يعني حاجة مش هنقدر، يعني مش محتاج إن أنا أتكلم عليه، يعني أنت ممكن تحط إيهاب وتحط أربعة جنبه ويلا بينا نلعب. فخلينا نتكلم ان ايهاب ده الطبيعي بتاعه. الفوز ده اهميته برضو، اللي احنا لما هنطلع المرحله الثانيه فمعانا نقطتين، فالمنتخبات الافريقيه اللي لسه هتلعب النهارده اقوى ماتش ليها في المجموعه هتلعبه النهارده، فبالتالي هيبقى فيه توازن بقى في المجموعه او في الدور اللي جاي.